باك تو سكول سيزن، رجعنا بقى للمدارس وعايزين بقى محتاسين في موضوع اللانش بوكس، مش عارفين نحضر ايه، الحاجات اللي يكون فيها فوائد، نبعد عن ايه وناكل ايه. خليني اديكوا اقتراحات كده للانش بوكس استعملوها، وهنبتدي باول ايديا او اول فكره النهارده، وهو الراب بتاع البيض. انا مش هعمل بيض بس، انا هدخل معاه كمان مشروم كسورس للبروتين عالي وفيتامين دي، وكمان هحط فتة تشيز ملحها قليل والدهون اللي فيها قليلة. وطبعا احنا عارفين ان البيض مصدر مهم جدا للبروتين والدهون الصحية، وانا النهاردة بقى مستخدمة عيش تورتية قمح كامل. مهم جدا ان احنا نبعد عن الحاجات المصنعة من الدقيق الابيض والسكر الابيض بالذات لولادنا، والحاجات بقى اللي احنا هنحطها سايد جنب الراب اللي احنا هنعمله دلوقتي. انا اخترت ان احنا نحط خيار، انتوا ممكن تحطوا اي خضار انتوا عايزينه، وكمان احط مصدر للفاكهة زي العنب، وانتوا برضو تقدروا تحطوا اي فواكه وخضار انتوا عايزينها فيها قيمة غذائية عالية. يلا بينا نشوف الراب بيتعمل ازاي ونحضر اللانش بوكس مع بعض. نحط في الاول كده رشتين بس زيت، وهنشوح فيها المشروم. اول ما يبتدي يدبل بقى كده هننزل بالبيض عليه. يحكم المهم ان هو يكون فيه مصدر للخضار. ممكن برضو بدل المشروم نبتدي نحط بيبي سبانيتش او سبانخ اللي هي الورق الصغيرة دي. وانا بقى هعمل تكاية حلوة كده، ان انا بدل ما اخليه يستوي انا هحط الراب عليه وهو بيستوي، واستنى شوية واقلب. اول ما نحس ان هو بدأ يستوي كده هنقلبه كله مرة واحدة كده زي ما انتوا شايفين، وزي ما انتوا بقى عايزين. انا هحط الجبنة البيضة هنا وهقلب الراب. ممكن تحطوا جبنة موتزاريلا لايت، ممكن تحطوا تشادر تشيز زي ما انتوا عايزين. هنحط الجبنة هنا بقى كده في النص، وهنقفل الراب عليها، وكمان من الناحية التانية. وزي ما شفتوا ما خدش مننا اي وقت، وفي قيمة غذائية عالية جدا لولادنا وهيحبوه جدا. وشوية بقى الخضار اللي احنا هنحطها، الخيار وكمان حبة العنب، وكده نكون حضرنا اسهل واسرع واصح واقيم يعني لانش بوكس ممكن ان احنا نحضره لولادنا.